أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نرحب بضيفي الحلقة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان سيد نبيل رجب، أهلا بك من جديد، وبالشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية المعارضة، أهلا بك شيخ علي. كنا نتحدث عن موضوع الانتخابات، شيخ علي ما الذي تغير؟ يعني دستور 2002 لم يتغير، قطعتم الانتخابات في عام 2002، شاركتم في 2006، شاركتم في 2010، وكنتم تسيرون في العملية السياسية في 2010 لولا أن فرض عليكم الشارع الواقع في 2011 وانسحبتم واستقلتم من البرلمان. في 2002 المقاطعة كانت أسبابها واضحة، بأن الدستور 2002 التي أتى بصيغة مفردة جرد العملية السياسية من إمكانيتها الطبيعية إلى المشاركة الحقيقية والتطور. وحاولنا أن نعمل على إحداث هذا التغيير في من خلال العمل السياسي خارج البرلمان. شاركنا في البرلمان على وعود بأن المشاركة ستفضي إلى تغيير القواعد السياسية، وهذه القواعد لم تتغير. أتى حركة الشعب البحريني ضمن الشعوب العربية من أجل الديمقراطية والتغيير، وكان من الطبيعي أن تتفاعل القوى السياسية المعارضة مع هذه التطلعات الشعبية، فهذا ما تغير. حدث هذا التغيير على المستوى العربي وعلى المستوى العالمي أيضا، بحيث اليوم ما عاد بالإمكان القبول بصيغة. ثبت أيضا من خلال التجربة في 2002 و2006 و2010 بأنها لا تستطيع أن تلبي طموح شعب البحرين ولا تنقذ المشاكل التي يعاني منها شعب البحرين. يعني الفساد في برلمان 2002 و2006 استطاع البرلمان أن يتكلم عن الفساد، لكنه لم يستطع أن يوقف هذا الفساد. قلنا بأن هناك سرقة إلى 65 كيلومتر مربع من الأراضي والمياه الإقليمية لصالح المتنفذين. قلنا بأن هناك شكوك تحوم حول 100 كيلومتر أخرى، لكننا لم نستطع أن نرجع كيلومتر واحد، لأننا لا نملك لا سلطة التشريع ولا سلطة التنفيذ. سائر الأمور الأخرى التي تحدثنا عنها في البرلمان، تحدثنا عن أن نحن بحاجة إلى قانون عصري يلبي طموح الناس في حرية التعبير، لكننا لم نستطع أن نصدر هذا القانون، بل على العكس من ذلك استطاعت الدولة بالرغم من وجودنا أن تأتي بقانون تجمعات أسوأ من القانون الذي كان موجود سابقا وتمرره عن طريق مجلس الشورى المعين. طيب. إذن تجربتنا أيضا تقول بأن لا يمكن العودة إلى تجربة محكومة بالإرادة غير الانتخابية، محكومة بالإرادة الفردية من السلطة ومن النظام القائم. نحن نبحث عن مساحة لهذا الشعب من أجل أن يعبر عن نفسه بطريقة سياسية سليمة، من أجل أن نخرج من هذه الدائرة من الأزمات التي عاشتها البحرين. طيب شيخ علي، ما الضير من استخدام كل الأدوات السياسية؟ بمعنى أنتم في كل الأحوال تستخدمون الشارع، تخرجون في تظاهرات، تقومون بالضغط على السلطة من خلال الشارع لإجراء تغيير، ما الضير من يكون هناك أيضا مشاركة في البرلمان واستخدام ما أتيح من أدوات للتغيير والضغط، خصوصا وأنكم عندما شاركتم في انتخابات 2010 وعندما شاركتم في انتخابات 2006 استطعتم التواصل مع مختلف البرلمانات على مستوى العالم، تواصلتم مع المجتمع الدولي وأيضا تواصلتم مع القوى السياسية الموجودة في البحرين والتي هي الآن ربما تمثل خصم للمعارضة. العناوين التي تفضلتين فيها عناوين تطرح إلى النقاش. إمكانية التواصل مع المجتمع الدولي ومع البرلمانات ومع كذا قد تكون أفضل إلى من يشارك في العملية السياسية ويكون عضو برلماني، ولكنها ليست أيضا حكرا على هؤلاء الناس، فالمعارضة تتواصل مع المجتمع الدولي وليست في البرلمان. الفكرة الثانية، يمكن أن يسبب هذا شيء من الإرباك على المستوى الفهم العام، بأن إذا البحرين تعيش حالة طبيعية بحيث أن الجميع يشترك في عملية سياسية، بينما هذه العملية السياسية بطريقة مخادعة هي عملية مفرغة من الإرادة الشعبية مهما كانت النتائج التي تحققها المعارضة. نحن نعتقد أن أيضا الاشتراك في هذه الانتخابات بعد كل الذي جرى سيشكل انقسام حاد في المعارضة. نعم. على المعارضة السياسية أن لا تذهب إلى هذا النوع من المغامرة السياسية والانتحار السياسي، وأن تبقى منسجمة مع الحالة العامة وتطالب بحقوقها بوسائل أخرى. ما دام البرلمان عمليا في تجربة 2002 و2006 و2010 لم يقدم الكثير. نعم. وهذا الوضع هو ما حدث في مصر والوضع ما حدث في تونس ما حدث في اليمن. كانت هناك انتخابات،
كانت المعارضة تشترك في البرلمانات، ولكن لم يأتي التغيير من هذه البرلمانات، ولم يأتي التغيير من مشاركة المعارضة، أتى التغيير من خلال الحراك الشعبي في الشارع. وهذا ما يؤمن فيه الآن شعب البحرين، بأنه يستمر في حراكه السلمي من خلال الأدوات السلمية عبر الشارع والجانب الحقوقي والجانب الإعلامي والجانب السياسي، آملا أن يتحقق له ما يصبو إليه، وليس عبر ولم تنتج إلى ما يطمح إليه من تغيير. طيب أستاذ نبيل رجب، يعني أراك تسجل بعض الملاحظات، ويبدو بأن لديك تعليق على ما ذكره الشيخ علي سلمان ربما عن موضوع لا المشاركة تعليق في الانتخابات. تحديدا فقط أنت تقول لي تعال شاركوا في العملية السياسية، أنا أطرح فقط الأفكار المطروحة للنقاش، يعني أنا لا أتحدث عن موقف التجربة. شخصي. أوكي، هي التجربة شاركوا هم وفشلت التجربة، وفي أثناء مشاركتهم زاد القمع، زادت تقارير حقوق الإنسان عن البحرين أن مستوى التمييز أثناء مشاركتهم أن التمييز قد ازداد سوءا، أن القمع عمليات القمع ومؤسسة القوانين اللي كان يقول عنها الشيخ علي، الآن صدرت قوانين تنتهك حقوق الإنسان وأثناء وجودهم في البرلمان وهم لا يستطيعون تغييرها، وكأن ظهرت هذه القوانين وكأنها قوانين دعم شعبي، في حين أن قوى المعارضة التي تشكل الغالبية على الشارع لم تستطيع أن تؤثر أو تغير هذه الحقيقة. الآن هناك تجربة فشلت، ولهذا السبب يجب أن ننظر في صيغة أخرى. فشلت التجربة وأثبت النظام أنه غير جاد. النظام حتى الوفاق والجمعيات السياسية التي عانت بدخولها البرلمان، وانقسم الشارع على أساس دخول البرلمان بدل ما يعطيها بعض المكاسب لتكون قوية، النظام أضعف المعارضة، أضعف جمعية الوفاق وأضعف كله. لهذا السبب اليوم رأينا الشارع أكثر توحدا اليوم من أي وقت مضى، ولهذا السبب نحن نعتقد الآن يجب الضغط على النظام بكل الطرق وبكل السبل المشروع. المؤسسة النيابية الموجودة غير فاعلة، مؤسسة غير فاعلة، وأصدرت أسوأ قوانين منذ استقلال البحرين إلى هذا اليوم. في آخر 5 شهور إلى سنة صدرت قوانين مقيدة للحريات من قبل هذه المؤسسة، أسوأ ما صدر بكل أيضا أن تستمر اليوم موجود قانون يمنع التظاهرات منذ في حال عدم شو يعني هناك قانون اليوم يمنع التظاهرات منذ استقلال البحرين لم يوجد. يمكن أن يستمر إصدار مثل هذه القوانين في حال عدم مشاركة خلي يصدروا قانون. هل إحنا مدينا يد المصالحة مع النظام؟ نحن في معركة الآن مع النظام، إحنا لم نعد أحد أن سوف ننتصر غدا أو بعد غدا، نحن في معركة مع النظام وسوف نستمر في هذه المعركة السلمية الحضارية المدنية حتى تحقيق المطالب، ربما شهر ربما سنة وربما 10 سنوات. ذكرت قبل قليل بأن هنا بأن البحرين ضمن ربما إقليم يعيق هذا التغيير في البحرين، إذا كيف يمكن أن أنا لم أقول يتم يعيق. أحدث أنا لا أؤمن بأي أحد يستطيع أن يقيم. لا تؤمن بأن هناك عوامل إقليمية يمكن أن تمثل عائق أمام تغيير في البحرين؟ هذه تستطيع أن تفسري بالطريقة التي السياسية التي تفسرها. هناك معايير حقوقية، معايير حقوق إنسان، حق الناس في التعبير، حق الناس في يعني في قضاء عادل، حق الناس في محاكمات عادلة، وأن لا يتعرضوا للتعديم، وأن لا يتعرضوا إلى يعني إساءة معاملة. أنا أنادي بتطبيق هذه المعايير، معايير العدالة، معايير المساواة، معايير الحرية. الآن هذا النظام يتأثر بتلك الدولة أو تلك الدولة، أنا لا يعنيني، أنا أضغط لكي تطبق هذه المعايير في بلدي، معايير العدالة، حق الناس في اختيار طبيعة النظام الحاكم. شعب البحريني يرفض النظام الحاكم اليوم، شعب البحرين يرفض النظام الحاكم. نحن نقول للأسرة الحاكمة لنجلس. ما الذي تعنيه بأن يرفض النظام الحاكم؟ رحيل العائلة الحاكمة؟ يعني طبعا هو غالبية الناس يوم تريد غالبية الناس تملكها الوفاق التي تنادي بالإصلاح. يعني سيدتي العزيزة خليني بس أكمل أساس. طبعا غالبية الشارع البحريني اليوم لا يرى أن الأسرة الحاكمة قادرة على إجراء أي تغيير، بما فيهم أنا وصلت إلى هذه النتيجة. ولكن في نفس الوقت أعرف يعني لا يوجد أفق في يعني تغيير هذه العائلة. أقول خلنا نتصالح، خلنا نجد صيغة مشتركة بيننا وبينكم للمصالحة وإيجاد حل. أنا متأكد حتى لو الشيخ علي سلمان وجمهور الوفاق الذي يتحدث عن مصالحة في داخلهم كلهم يؤمنون أن هذه العائلة سوف لن تأتي بالإصلاح، ولكن نحن نستخدم الآليات والمشروع للضغط على هذه العائلة للجلوس. طيب. والجلوس والمصالحة مع الشعب والإصلاح. ولكن يعني أثبت التاريخ على مدى
200 عام السابقين ان هذه الاسره كل مره تعطي وعود للناس ولكن لا تاتي. طيب. لا تاتي. نتمنى ان يحققوا مطالب الناس في اخيرا يعني. نعم شيخ علي، هل ما زال الحال في البحرين حل محلي ام اصبح الموضوع مرتبط بتسويات الاقليم؟ بشكل سريع لو سمحت. طبعا احنا نعمل بان العائله تتقدم بمشروع اصلاحي تحت الضغط، تحت المطالبه الشعبيه، ولذلك نستمر في العمل والشعارات الاصلاحيه. هذا بالنسبه للفكره اللي طرحها الاستاذ نبيل. نحن نعمل على حل محلي اليوم، امس واليوم وغدا. ولكن عندما تعمل السلطه على اعاقه هذا الحل المحلي، هي بطبيعه الحال تفتح البحرين الى مزيد من الحراك الاقليمي والدولي، ما قد يساهم في مساعدة البحرين في إيجاد حل يكون يعني في مشاركة إقليمية ودولية. نحن نسعى إلى حل محلي، ولكن النظام لحد هذه اللحظة يسد الأبواب أمام هذا الحل. طيب شيخ علي، بشكل سريع حتى أنتقل ربما إلى موضوع غزة، لأن أراك ترتدي الكوفية الفلسطينية وربما تعبرون أنتم عن موقف في الوفاق إزاء ما يجري من عدوان إسرائيلي على غزة. قلت في تعليق على تنازل رئيس الوزراء العراقي نور المالكي عن ترشحه لرئاسة الوزراء بأن الاحتكام للأساليب السياسية والابتعاد عن السلاح في العملية السياسية تنم عن نضج وعن حرص على العراق والعملية السياسية، وقلت نجحت إدارة السيد المالكي في إنهاء الاحتلال الأمريكي في العراق في غضون 10 سنوات، بينما تحتل دول عربية وإسلامية عبر القواعد لعشرات السنوات. ولكن هذا يتناقض مع ما ذكرته لإحدى الصحف الأمريكية عندما قلت بأن القاعدة الأمريكية في البحرين ضرورة استراتيجية ومهمة لاستقرار المنطقة. تعليق سريع. عن السيد المالكي ووضع العراق الخاص، أعتقد أنه يعني حقيقة ثابتة هذا اليوم، وتنازل السيد المالكي بالرغم من انه حقق هو والكتله التي ينتمي اليها اغلبيه برلمانيه كبيره جدا يعني من خلال الكتله الاكبر، اعتقد ايضا هو كان مسؤول من 2006 حتى الان، وبالتالي اجهزه الامن التي نشات بما فيها الجيش العراقي الى نوع من الولاء الى السيد المالكي. ما يوجه السيد المالكي هذه الأجهزة الأمنية إلى عدم التدخل في العملية السياسية، عندما يلجأ إلى المحكمة الدستورية وهو رئيس وزراء، أعتقد هذا سلوك غير مسبوق في رؤساء الوزراء العرب. شيخ علي، ما أسأل عنه هو عن وجود القاعدة الأمريكية في البحرين، يعني أنا ما أسأل عن، أنت تقول بأن هناك قواعد تحتل دول إسلامية وعربية لعشرات السنوات والبحرين يوجد فيها قاعدة أمريكية، فقط لو سمحت باختصار، هل ما زلت عند رأيك الذي صرحت به لأحدى الصحف الأمريكية بأن القاعدة الأمريكية في البحرين مهمة؟ أعتقد بأن العراق على طريق الاستقلال حقق أكثر مما تحقق كثير من الدول العربية والإسلامية التي حصلت على استقلالها قبل 50 سنة. طيب يبدو بأنك لا تريد الإجابة على سؤالي، ولكن فقط نريد أن نعرف موقفكم في جمعية الوفاق إذا ما يجري من عدوان إسرائيلي على غزة، كيف تنظرون إلى هذا العدوان؟ هو عدوان لم يتوقف من 48 حتى هذه اللحظة، يتجدد بصورة وحشية ودموية كل عدد من السنوات. صار نصيب غزة في السنوات الأخيرة أكثر من غيرها من المناطق الفلسطينية والمناطق المحيطة بفلسطين المحتلة، وموقف الشعب البحريني هو التضامن الكامل مع الشعب في غزة والمقاومة في غزة بكل الوسائل الممكنة إلى هذا الشعب المحاصر أيضا هنا من خلال الإجراءات الرسمية التي تمنع الوصول إلى غزة. حاولنا أن نصل إلى غزة من خلال أطبائنا، من خلال حقوقيين، من خلال الناس، ولكن الطرق مغلقة حتى هذه اللحظة، الطرق أمامنا مغلقة إلى غزة. نتضامن بالتظاهر السياسي، نتضامن بالموقف السياسي، نتضامن من خلال التبرعات والمساعدات، ونأمل أن يستمر صمود أهلنا في غزة والمقاومة في غزة حتى يتحقق نصر نهائي وكامل يرفع الحصار عن غزة ويحقق إلى أهل غزة يعني حياة إنسانية وكريمة، ويحقق طموحهم في الاستقلال الحقيقي عن الكيان الصهيوني. طيب شيخ علي، كيف تنظرون إلى المقاومة في غزة وصمود المقاومة
طيلة فترة العدوان الإسرائيلي، وطبعا هذا العدوان ما زال مستمر حتى الآن. ما حدث في هذه الأسابيع الماضية يعد بكل المقاييس موقف بطولي وأسطوري تحقق المقاومة الفلسطينية بطريقة أيضا ممكن أن نقول غير مسبوقة. يعني العدوان استمر بوحشية بالغة جدا، ألحق دمار هائل بالمباني وبالبنية التحتية في غزة، لكن في المقابل لم يستطع أن ينال من المقاومين. استطاعت المقاومة أن تستمر في العمل العسكري كما بدأ العمل العسكري، ولا زالت تعد بوجود مفاجآت في العمل العسكري أمام شسمه. التقدم البري توقف نتيجة الخسائر الباهظة التي تكفلها جيش العدو الإسرائيلي، بالرغم من أن مساحة القطاع مساحة محدودة جدا، أرض منبسطة جدا، ليس هناك موانع طبيعية لحماية المقاومين، ولكنهم يشكلون حالة أسطورية في المقاومة ويقتربون من الوصول إلى حالة نصر تحقق بقولهم مقاومين من اليوم الأول بأنهم يستمرون، ولكنه نصر أيضا يفوق مرحلة المقاومة إلى مرحلة وضع شروط المنتصر إلى إنهاء هذا الصراع وهذا النزاع العسكري الذي بدأت إسرائيل. طيب شيخ علي، ماذا عن الموقف العربي الرسمي الذي ربما جاء متأخرا بالتحرك إذا وقف هذا العدوان نحو تسوية أو مفاوضات؟ لا أعرف، جاء متأخرا لم أسمع بالموقف العربي. الموقف العربي مات قبل العدوان ومات أثناء العدوان، وإذا تقول جاء متأخر لا أعرف ماذا الذي جاء متأخر. هل هو الاجتماع الكفيح الذي سيعقد بلا نتائج؟ دول أمريكا الجنوبية كانت أكثر وطنية أو أكثر إنسانية أو أكثر تعاطف وتفاعل مع الضحايا في غزة ومع المجتمع المقاوم في غزة من الدول العربية. تبقى بطبيعة الحال المسألة الفلسطينية محصورة هنا، يعني لن تجري مفاوضات إيقاف إطلاق النار في أمريكا الجنوبية، يجب أن تجرى في مصر، ولكن من يجري المفاوضات هم المقاومين في غزة، هم النساء في غزة، هم أشلاء الضحايا الأطفال في غزة، وليست أي دولة عربية أخرى. أنا لم أسمع بأن دولة عربية أضافت إلى الموقف الفلسطيني رصيد أبدا. رصيد الفلسطينيين فقط وفقط في سلاحهم، في مقاومتهم، في صمود نسائهم، في صمود أطفالهم، وليس في صمود أو موقف أي دولة عربية على الإطلاق. نعم سيد نبيل رجب، أنت حقوقي تتابع أوضاع حقوق الإنسان، وما جرى في غزة لا يمت لحقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال. عدوان إسرائيلي لم يستثني لا بشر ولا حجر. كيف تنظر كحقوقي؟ لديك مركز في البحرين، وأيضا أنتم معنيين في مجال حقوق الإنسان على مستوى الشرق الأوسط أو على مستوى يعني المنطقة العربية. نحن نستخدم الآليات الدولية، نحن نستخدم الآليات القضائية من خلال عملنا في المؤسسات الدولية. هناك الكثير من القضايا الآن المرفوعة في عدة دول التي ربما لا أستطيع الحديث عنها وطبيعة هذه القضايا، ضد جنرالات وضد ناس انتهكوا حقوق الإنسان، وضد ناس مسؤولين عن جرائم حرب، وضد ناس مسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية. وهو نحن كمؤسسات حقوقية يجب أن نركز في مجلس حقوق الإنسان آليات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية الموجودة الآن في الدول الأوروبية لملاحقة كل مجرمي الحرب الموجودين في إسرائيل الذين تسببوا في مقتل الأطفال ومقتل النساء. هذا دور قادم للمؤسسات الحقوقية وعبء يجب أن يتحملوا في الفترة القادمة. هل تقومون بأي دور ربما أو نشهد دور قادم تحرك هناك؟ أنا خلال عملي في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان هناك يعني قضايا قضائية في الكثير من المحاكم، وهناك ملاحقات تمت في السابق. نعم. وأفر يعني الأشخاص قبل القبض عليهم في بعض الدول الأوروبية، وهناك قضايا قادمة قائمة إن شاء الله. وصلنا إلى ختام الحلقة. رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان سيد نبيل رجب، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا اليوم في الاستديو. الشكر موصول لك شيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية المعارضة. مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة، نلقاكم بإذن الله تعالى في وقت لاحق. إلى اللقاء.